طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب. اليوم أعزائي المشاهدين يرجع الحديث عن الوضع الأمني والهجمات اللي تشن في مناطق عدة من العراق، إن كان في صلاح الدين أو في الأنبار أو في ديالة، إلى الواجهة من جديد التهديدات الأمنية. هناك حديث كثير عن أن هناك يعني ربما يقول بعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي هي مؤامرة من قبل الكتل والأحزاب السياسية، تنظيم داعش يتبنى بعض العمليات ولا يتبنى أخرى مثل عملية مكيشيفة في صلاح الدين، اليوم كذلك عملية في محافظة الأنبار، يعني في تدهور أمني جديد، قام شخصان يرتديان حزامين ناسفين بتفجير نفسيهما في أحد مساجد الأنبار بالتحديد في قرية المدهم غربي قضاء حديثة في محافظة الأنبار. المصادر تحدثت بأن هذين الشخصين قاما بعملية التفجير بعد محاصرتهم من قبل عناصر الحشد العشائري داخل المسجد، وأشارت إلى أن الانفجار أدى إلى انهيار مبنى المسجد بالكامل دون وقوع أي خسائر بشرية. وفي صلاح الدين كذلك يعني أصيب عنصرين من ميليشيا الحشد بعد هجوم لتنظيم داعش على مقر له في المحافظة ليلة الأحد، إذ أكد الإعلام الأمني للميليشيا بأن اللواء 21 للحشد تصدى لهجوم جديد لتنظيم داعش بمنطقة العيث شرقي صلاح الدين. ويذكر بأن 14 عنصر من ميليشيا الحشد قتلوا مؤخرا إثر تعرض نقطة أمنية تابعة للميليشيا في منطقة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين لهجوم، قالت الميليشيا بأن تنظيم داعش هو من شنه عليها. طبعا يطرح كثير من التساؤلات، يعني العمليات التي شنتها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2014 وإلى جانب قوات أجنبية والجيش والشرطة والحشد، كل هذه الأمور وكل هذه الأسئلة يعني اليوم يطرحها المواطن العراقي، يعني هل يعقل بأنه بات هذا التنظيم يعني يشكل، ما زال يشكل تهديد على المناطق العراقية؟ يعني هل يعقل بكل هذه القوات والطيران في السماء والقوات البرية على الأرض وميليشيات الحشد وغيرها من القوات لا تستطيع أن تنهي موضوع داعش إلى غير رجعة؟ هناك من يتحدث بأنه بسبب الاختلافات السياسية بين الكتل والأحزاب السياسية، يعني ربما تكون هناك بعض الميليشيات أو بعض الفصائل هي من تقوم بهذه الهجمات من أجل أنه المواطن العراقي يشعر بالخوف. هذا ما طبعا يتم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي والحديث بين الناس، والناس تتحدث بأنه غير معقول بأنه التنظيم يستطيع أن يتحرك بكل هذه الحرية في هذه المناطق. والحكومة أعلنت أكثر من مرة طبعا في عهد حيدر العبادي رئيس الحكومة السابق والحالي أو المستقيل عادل عبد المهدي بأنه أعلن أكثر من مرة الانتصار على هذا التنظيم وكذلك التحالف الدولي. صحيح هناك تصريحات بين الفينة والأخرى بأن هذا التنظيم ما زال يشكل شيء من الخطر، ولكن يعني 6 سنوات أو 5 سنوات كافية على إنهاء هذا التنظيم. وكذلك يعني اليوم تساؤلات تطرح، هذه المناطق هناك الكثير من المناطق لم يعود إليها النازحين إلى بيوتهم إلى مناطقهم، لماذا لم يعودوا حتى يعني يشكلوا حائط صد ولا تكون مناطق صحراوية أو مناطق مفتوحة تتعرض بها القوات الأمنية وقوات الجيش والشرطة وغيرها من الميليشيات والفصائل لهذه الهجمات؟ فأريد نسمع منكم أعزائي المشاهدين حول عودة الهجمات من قبل تنظيم داعش على المناطق العراقية. معنا اتصال أم أحمد.
من ديالى. تفضلي ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك. شلونك اخويا؟ يا هلا بيك، اهلا وسهلا. والله عندي سجنين اخويا. تفضلي. ومطلب من العفو العام. نعم. وظلم كافي ظلم، والله ملينا، لا اربع اشهر صار احنا ما شايفينه. نعم. ماكل شارب، عنده فلوس، عنده ملابس، تودى الملابس منها تشتري متوديهن، ما حد يتدخلهن. نعم. ينخادن. ليه ما احنا نضل بهذا الظلم؟ نعم. شنو محكوم ابنك ام احمد؟ اخويا. نعم. اخوك. والله انتم الحكم اي، والله كانت المشفه مالته مدنيه يا اخوي. مدنيه. ورا نعم والله العظيم مدنيه، وما عنده كل شيء، الله شاهد، وهذا شهر رمضان. اي شنو التهمه مالته المدنيه كانت؟ هم مالته مدنية على الاستناد، على الاستناد هو مهدد أحد. مهدد أحد. ويبعد من عندنا المهدد 20 كيلو متر. ومهدده بالليل، وإحنا عندنا سيطرات وعندنا حاضر وعندنا كل شيء. هاي شو وقت هذا الحكي؟ هذا شو وقت الحكي صار؟ قبل رمضان العام، قبل رمضان بثلاث أيام اعتقلوا. يعني العام الماضي ولا قبله؟ لا الماضي. يعني صار له سنة. صار له سنة، الله وكيلك، صار له سنة ونحكم 15 سنة إرهاب. ها نحكم 15 سنة إرهاب. إرهاب حكم، والما يخافون الله، لا شاهد ولا دليل ولا مشتكي ولا محامي ولا أي واحد، وأول جلسة القاضي حكم إرهاب. وبدون دليل، أنا ما شايفة، بالله الجنايات ما يخالف خليهم على صفحة يا أخويا، بس القاضي شلون يتقبل تحكم واحد إرهاب بدون دليل؟ مخلين ميزان رحمة والديك، مخلين ميزان، بس هذا الميزان مالهم نقطة نقطة لسه حق ما طاب بميزانهم، كله باطل. نعم. ورشاوي يدورون فلوس، وأنا صار أربعة أشهر ما ندله وين، يوميا من سجن يتحول وحد الآن ما ندله وين ما وين. وين آخر مرة واجهتي؟ والله ما واجهته، قالوا جيبوا فلوس ولن مرضى. نهائيا ما واجهتي؟ يعني خلال سنة ما واجهتي؟ لا لا واجهته خلال سنة. نعم. بس صار أربع أشهر لحد الآن ما واجهته. أيوه. يوميا من بدا الحظر؟ من بدا الحظر وجاي ما شفتي؟ قبل الحظر. من واجهتي؟ من واجهتي وين كان؟ بالناصرية لو بدياله لو بغداد؟ لا 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 بدياله 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 مديرية مال بعقوبة. وكلت محامي؟ واجهته. سويت استئناف؟ وكلنا محامين اثنين رحمة على والديك، هي اكو محامي، هي المحامي ياخذ فلوسك ويقول لك بالبدايه يدق على صدره يقول لك انا راح اطلع لك وتدلل، ومن يستلم الفلوس يقول لك والله ما اقدر قضيتها صعبه. نعم. وهسه لحد الان احنا ما جينا وما ندلل، وانت حضر الصفه الخامسه وديت له فلوس، وديت له ملابس، وديت له علاج، بس السبب يا اخويا مو هذا، لان ما يدخلن، ياخذونهن من عندك ما يعطون هي. نعم. وديت للبعقوبه ملابس وفلوس وكل شيء، الله وكيلك ما مدخلين له، ما مدخلين له، خاف المسجد مال الصلاه والشرشف اذن المسجد ما يعتنون به، لان ماكو واحد مسلم بيهم ويصلي. بس ياكلون حق العالم وتعبانين، وهو عنده مرض، عنده عجز عام بقلبه. نعم. واحنا نطالب من الحكومه العفو العام، ايش طلعت خمان كفار، حتى الكفار انطت عفو يا اخويا، رحمه الوالدين. يعني صعب على الحكومة ينطون عفو؟ نعم. المجرم عمي خلوه، لا تطلعونه المجرم، والله العظيم لو مسوي شيء أنا ما ولا أتصل ولا أروح له ولا واجه، ويستاهل الحكم 15 سنة. أنتوا هم نزحتوا بالفترة الأخيرة بالسنوات الأخيرة أم أحمد، لو بقيتوا بمكانكم يعني شلون أخويا؟ يعني أنتوا من داعش إجا وصل لديالة قبل 5 سنين. إحنا قرأت بعيوني. تمام. بقيتوا انتم بالمنطقه لو نزحتوا؟ لا لا ما نزحنا. ما نزحتوا يعني انه لا اذا لا اخوش او ابنك عنده شيء كان اعتقل قبل 4 أو 5 سنين. هذا اللي اقصده. انا اقول لك عنده شيء ما حد يعتقله. نعم. الداعش يطلع من السجن ينطي فلوس، الله وكيلك قدام عين، ينطون فلوس الدواعش الاصليه يطلعون.
بس الفقير ما يطلع، شافوا فقرة. احنا نتعشى ما نتغدى وكل شيء ما عندنا، ورادوا من عندنا فلوس بهذا، احنا منين نعطي فلوس؟ ايش قد رادوا من عندكم؟ ايش قد رادوا من عندكم؟ من الجهة اللي طلبت منكم فلوس؟ دفاتر الله يا اخوي، دفاتر الله وكيلك دفاتر. من الجهة اللي طلبت منكم؟ من الجهة؟ الجهة الأخذتها طلبت من عندنا. جيش، شرطة، حشيد، منو؟ لا شكيل أخذوا الجرائم يا أخوي، الجرائم. منو؟ جرائم. جرائم. إي. وإحنا ما نملك وقاعدين ببيت تجاوز، وعندنا حج جهاد من كبير الله وكيلك وهو ذا المعين. نعم. الوحيد، وإحنا اثنين معوقات أخواته بالبيت. خل تسمع الحكومة، صار طب شهر رمضان لحد اليوم، من طب شهر رمضان لحد اليوم احنا ربع كيلو عدس ما جايبينه وحاطينه بجدر. خل تسمع الحكومه وتقول احنا نجيب الحصه التموينيه ونودي الحصه وش يريد الشعب يتدلل، واحنا ربع كيلو عدس ما مخلينه بجدر لحد اليوم. الله يعينكم ام احمد، والله يفرج عن كل بريء. ام احمد مدياله كانت معنا. طبعا بدياله كذلك ارتفعت حصيله الاشتباكات اللي وقعت يوم الأحد في ناحية العظام بالمحافظة إلى 10 بين قتيل وجريح في صفوف الحشد العشائري، بينهم قيادي في الحشد. وأوضحت مصادر أمنية بأن الاشتباكات مسلحة اندلعت بين الحشد العشائري وتنظيم داعش في محيط قرية أم الكرامي قرب ناحية العظام شمال شرق بعقوبة، ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر الحشد وإصابة 7 آخرين بينهم حالات حرجة. طبعا ضمن تحميل محاولات أو ضمن محاولات التنصل من المسؤولية، حمل النائب رياض التميمي كل من عادل عبد المهدي ووزيري الداخلية والدفاع مسؤولية الهجمات اللي تعرضت لها القوات الأمنية في محافظة ديالى. وقال النائب رياض التميمي بأن محافظة ديالى دفع ثمن ما سماها بالمنافع السياسية لإمبراطوريات الكتل السياسية، هذا على لسان النائب رياض التميمي. ولفت إلى أن سبب ضعف بعض القيادات الأمنية في المحافظة يأتي لانشغالها بالتهريب والمكاسب على حد تعبيره. وراح نجي بعد شوية نتكلم على مواضيع أو موضوع الفساد في المنافذ والمعابر الحدودية. يعني هي مشاكل العراق كثيرة، الجماعة ملتهين بتقسيم المناصب، ما همهم لا حال المواطن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، ولا همهم حال البلد من الناحية الأمنية. هم عندهم جيب وطوع الشباب في أجهزة، طبعا الشباب اللي يريدوهم هم طوعهم في جيش وشرطة وحشد وغيره بدون تدريب صحيح، بدون عقيدة قتالية طبعا قائمة على الدفاع عن الوطن. لا، اليوم أصبح المواطن يلجأ إلى هذه الأجهزة من أجل الراتب، لأن ما عنده شيء يسوي، وين يروح؟ فالجماعة ما همهم هذا الوضع، وهذا التخوف بدأ يرجع للشارع من جديد، أنه عودة هذا التنظيم الإرهابي إلى العراق وتهديده إلى المحافظات العراقية بشكل عام. والجماعة لغاية الآن ملتهين بتقسيم الحصص، هاي الوزارة إلي، هاي الوزارة إلك، والله يستر. معنا اتصال من ديالة، الاسم انقطع الاتصال من ديالة. طبعا رياض التميمي أضاف بأن على القائد العام المستقيل والغائب طوعا كما سماه أن يصحو من أجل العراق ومن أجل ديالة، على حد قول النائب رياض التميمي. التنصل من مسؤولية الهجمات الأخيرة. كذلك عضو لجنة الأمن النيابية النائب جاسم جبارة قال بأن هجمات تنظيم داعش الجديدة هو تكرار لما حدث عام 2014. أضاف جبارة بأن العديد من المناطق الغربية كسلسلة جبال حمرين ومكحول ومطيبيجة بين ديالة وصلاح الدين وصحراء الأنبار وغربي الموصل غير ممسوكة أمنيا ولم يعد إليها سكانها حتى الآن، ودعا إلى تغيير القيادات الأمنية في المناطق التي شهدت هذه الهجمات مؤخرا. وكانت محافظات صلاح الدين وديالة وكربلة شهدت هجمات ومواجهات عسكرية مع القوات الأمنية أدت إلى مقتل العشرات من القوات الأمنية والحشد والحشد العشائري. طبعا كذلك تصريح لرئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق حاكم
الزامني وياتي في سياق الصراع بين الكتل السياسيه والاحزاب. حاكم الزاملي يعني قال بان الاخطاء التي ادت الى سيطره تنظيم داعش على الموصل لم تعالج حتى الان. يعني بالفعل احنا بنشوف الظلم بالعراق يزداد، يعني مع الاسف انه العقليات اللي قاعده تحكمنا في العراق حتى متى تتعظ من الدروس اللي هي في وقتها، في وقت يعني حكمه، ان كان رئيس حكومه او وزير داخليه او وزير دفاع، لا، الجماعه بقوا على ظلمهم، بقوا معتمدين على المخبر السري، بقوا معتمدين على التعذيب في السجون والمعتقلات، بقوا على الفساد مالتهم، بل ازداد اكثر ان كان باخذ الاتاوات والرشاوى من الناس، ان كان من الابرياء او من المتهمين. يعني احنا تكلمنا اكثر من مره عن هذا الموضوع، وكثير من هناك من التصريحات من المسؤولين انه اللي عنده فلوس يطلع حتى لو كان مجرم، واللي ما عنده يبقى بالسجن حتى لو كان بريء. معنا اتصال من كركوك، ابو مراد من كركوك، تفضل ابو مراد. ابو مراد تسمعني؟ ابو مراد عامر من البصرة، تفضل عامر. هذه الحكومات الطائفية العنصرية اللي أجادها الاحتلال الغاشي أول صلوها هنا بالعراق في سبيل تمزيق العراق وتفتيت العراق، والله الله وكيلك، هذا هو هدف الاحتلال الغاشي اللي أجابته هو الاستعمار، هو الاستكبار. الله بحقك، مو بس بالعراق، على مستوى العالم التي هي اللي اجادت هذه القوه الاستكباريه ونصبت تلك الحكومات التابعه لها، نتيجتها وهدفها الاساسي هو تمزيق العراق وتفكيك العراق يعني على شكل اقاليم فدائيه، وهو تعقيم الاقتصاد العراقي وتدمير جميع الاقتصاد العراقي وجميع مصانع العراق وجعل جيوشا من العطال والبطاله. العراق هنا، وهذا ما منذ 2003 منذ بدء الغزو العسكري اللي قادته قوى الاستكبار وكل الحكومات اللي نصبتها تماثلها هم حكومات استكباريه مجرمه سارقه، وهذا ما حصل منذ الغزو العسكري منذ 17 سنه ولحد الان. شوفوا ما حصل بالعراق، ما حصل منذ عمر الاحتلال ولحد الان، من سرقات، من نهب للاموال، ومن نهب للثروات والتهريب، وكل شيء من قبل هذه الحكومات اللي نصبها قوى الاستعمار من قبل امريكا وايران. هذه الدولتين المستقبلتين، الله وكيلك، مستقبلات حالت حتى شعوبهم منعتهم من تلك الحكومات المستبده المرتشيه. وهي حكومه ترامب وحكومة خامني، هي هذه الحكومات اللي أبادت مو بس الشعب العراقي ولكن حتى شعوبهم. انظر للشعب الإيراني ماذا حل في وطاه، الله وكيلك، حتى الطلابات أثار عليها الشعب الإيراني بسبب نهب أموال الشعب الإيراني وتوزيعها لميليشيات الموجودة في الدول العربية ومنها العراق. يا اخي هذه دولار. نعم زين اخي عامر، اريد اسالك اخي عامر، يعني انت تكلمت على نقطه جوهريه وقلت الحكومات اللي جاء بها المحتل الامريكي، الحكومات المتعاقبه، هو هدفها تدمير العراق، والمعروف بانه هاي الحكومات ما نجحت ولا بمفصل في مفاصل الدوله، ان كانت امنيه او اجتماعيه او صحيه او تعليميه او خدميه. ما معقول برايك. الى متى يبقى هذا الوضع؟ الى متى يبقى هذا الوضع؟ والله اخويا استمرار الثوره على المحافظات الجنوبيه بالكامل والوسط، هل يستمرون بالانتفاضه بالثوره ضد هؤلاء تلك الحكومات والقوى القمعيه اللي اسستها لقمع الشعب العراقي وبعده استمروا على هذه المحافظات ان تستمر، والا ان وجود ستبقى هذه البطاله ابدا في طالما بقى هؤلاء المفسدين
الحكومات الله وكيلك تبقى هذه البيوت من العقارين والمقارين. نعم. من ناحية أخرى حتى المعتقلين اللي انتهوا اعتقلوا بسبب أبرياء لا ذنب لهم في سجون ومعتقلات يحملها منهم عذبوا ومنهم توفوا في سجون عديدة سواء في بغداد وفي الناصرية وفي الجاهل وفي الرمادي عذبوا وقتلوا ما زالوا القسم الثاني ما زالوا موجودين في سجون ومعتقلات. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أني أشكرك عامر من البصرة كان معنا. طبعا حاكم الزامل أضاف بأن القوات الأمنية بتصريحها لم تعزز كما قال بالأسلحة الحديثة بعد انتهاء الحرب على التنظيم في العام 2017. ظل الجندي كما قال في العراق قابعا في نقاط أمنية بعيدة وضعيفة لا يمتلك أي وسائل متطورة لرصد العدو، ما يؤكد بأن الحكومة لم تستفد من الدرس وهو الأمر الذي ينذر بحدوث الأسوأ. لا عاد إذا هاي ما عندكم هاي الشغلات كما تقولون وهاي المليارات الميزانيات الضخمة الميزانيات العملاقة لوزارة الدفاع والداخلية معقولة؟ طبعا قبل كم يوم دا أقرأ في تقرير على أحد الصحف العربية يقول لك 250 ألف من العناصر الأمنية يتم أخذ رواتبهم بأسماء وهمية، يعني 250 ألف فضائي، 250 ألف فضائي ربع مليون، هذا المعلن في بعض التقارير، ربع مليون عنصر أمني فضائي يتم أخذ رواتبهم من قبل جهات متنفذة في الحكومة. وكذلك قبل يومين طلعت وثائق تثبت بأن كثير من عناصر الحشد الشعبي لم يستلم رواتبهم لغاية الآن، مع العلم صرفت، يعني صرفت هي وتم استلامها من القيادات مالتهم ولكن لم تصرف إلى عناصر الحشد، وهذه كذلك يعني أحد أبواب الفساد. أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال أستاذ عمار؟ حياك الله، يا أهلا بيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويخليك. الله يحفظك، تحية تقدير واحترام لك وللقناة وكادرها وللشعب العراقي وطوار التشريع. الله يسلمك. بالنسبة للأستاذ عمر، هذه الحكومة هذه المجرمة هذه التي هي متقضية داعش، وهي وراء كل مشاكل العراق، وهي متقضية على هذه المصائب بالعراق. نعم. ولن تنتهي مأساة العراق أستاذ عمر إلا بنهاية هذه العصابة الشريرة التي أتى بها الاحتلال لتدمير العراق. هي كل الشعب العراقي هو يعرفها، هذه العصابة هي من أولوياتها تدمير الشعب العراقي ونسيج الوطني وتدمير كل شيء بالعراق، حتى المصانع أي شيء مكونات الدولة. يعني إنما تحولت العراق إلى دولة مستهلكة ما دام النظام الإيراني متقلقل بالعراق وعصاباته، فالعراق لن يكون دولة ولن يكون دولة مرة، لازم بتغيير وثورة. ما تنتهي هذا إلا بثورة الشعب العراقي، وإن شاء الله الشعب العراقي قادر على أن يغير المعادلة وتحريره. حياك الله يا أهلا بك. طبعا أحد النواب في البرلمان قاطع الركابي يدعو إلى الاستعانة بالطيران الروسي والإيراني لقصف تنظيم داعش في العراق. زين، هو أنتوا عندكم طيران حربي وعندكم سمتيات وعلى أساس منتشرين وعندكم استخبارات. زين، مو أنتوا هم كان عندكم تحالف دولي وظليتوا هاي الفترة الأخيرة قرعتوا روسنا، طلعوا القوات الأمريكية وهاي قوات محتلة، اكتشفوا الجماعة بعد 17 سنة من تعاونهم، بل من جلبهم يعني الأمريكان أصحاب فضل على هؤلاء الطبقة السياسية اللي جت للعراق. يعني لو مو الأمريكان ذولا وين يجون العراق؟ وين يلزمون الحكم؟ صارت بعد 17 سنة قوات محتلة. مع العلم الطيران التحالف الدولي ليس مدحا ولكن هذا واقع، هو الذي كان له يعني كان له سبب رئيس وأثر فاعل على الأرض بضرب تنظيم داعش وكذلك بتدمير المدن، ما ننساها، كذلك بتدمير المدن إن كان من قبل طيران التحالف الدولي أو الطيران الإيراني أو طيران التابع إلى الحكومة. معنا اتصال أم محمد من الموصل، تفضلي أم محمد. عندنا ولادنا والله معتقلين، أبرياء لولا عندهم شيء والله إحنا ما نخذرهم. نعم. اعتقلوا عام 2017 وطلع 6 شهور وطلع أفراج ما ثبت عليه شيء، وطلع أفراج من المحكمة العليا الرصافة.
والعام برمضان داهم انا والله وسووا باخوتي شتلوا اخوتي وخذا حاكمينه قيادي هو موجود عندنا حاكمينه 15 سنه. نعم. على اساس كيف تحري سووا له واللي مره نزلناه وانه حاكمينه 15 سنه، والله لا عنده شيء احنا ما نتبعه والله. شو وقت اعتقله؟ اعتقله 7/9 بالالف يعني العام ولا 2017؟ لا لا اعتقلوه انا 2017 نعم. منين اعتقلوا؟ من الموصل؟ من احنا يمنا بالعقرب. ها بالمخيمات يعني؟ ايه من طلعنا اعتقلوه بالراحات كذا طلع عنده كتاب ما اعرف شنو وطلع بعدين طلع افراج كتاب افراج رسمي موجود يمنا اعتقلوا جو العام. ها يعني طلع 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 افراج ما اثبت عليه شيء. ايه طلع ورجع لكم للبيت. اي ايضا يمنا سنتين وردوا وبعدين اعتقلوه يوم 7/9. شنو التهمه مالته الثانيه؟ شو مسوي؟ على اساس اخذوه كيف تحري. على اساس كيف تحري ومره احنا زرناه ومحاكمينه قياديا حتى يقول حتى القاضي من جيت يقولون يقول والله انت محكوم قيادي. يعني محكوم من 2017؟ لا لا محكوم من صدر هذا اللي مدعو عليه على اساس كيف تحري. نعم. عنده كتاب مع الفراز موجود يمه كتاب مع الفراز. نعم. والله عنده اطفال اثنين، والله لا عندي شيء احنا ما نتبعه، حتى ولد عمه تبن شهدوا عليه انه ما عنده شيء، اخذوهم ذلك يوم واحد معصوم 20 سنه، واحد 15 سنه، انه سفل والتعذيب اعترفوا على انفسهم، والله ما عندهم شيء. نعم. وسع موجود بسجن الكازي، مواليد 93، والله لا شوفوا عامل بنا والله. ايش قد عمره ابنك؟ مواني 93. 93. ايه. نعم. والله طلعنا من الكتاب مال الفاز يقولوا لي هذا نقعي ويشرب المي هذا لا ياكل ولا يشرب يمنا. نعم. والله لا شوف الطالو، والله لا عندنا شيء احنا ما عندنا شيء مسلم، حتى ما عندنا شيء نروح عليه والله نزوره. انت ديان والله ابو عامل زلمة كبير لا تشوفه، عنده اطفال اثنين وصار بنيات. لا حول ولا قوة إلا بالله. ونطالب منكم بس عفو بس شيء بس شيء، الحين صرنا 4 أشهر احنا ما شفناهم ما نعرف عنهم كل شيء. نعم. تسلم ان شاء الله. الله يسلمك، الله يفرج، الله يفرج عن كل بريء، الله يفرج ان شاء الله، والله بريء والله، والله لا عندي شيء، لا عنده بس نية انه ناوي رايح معاهم، والله احنا ما نتبع بيه والله. نعم. الساعة 1 تطلع وهم الادريان نايمين بروسهم. الله يعينكم، الله يعينكم. والله من جانا اول فالداهم انا قاموا يدورون منا فلوس مساهمة يدورون منا فلوس عالية. وما عدنا نعطيهم، منين نجيب لهم؟ انت عامل وعنده عائلة. ثاني ما طلع، ثاني ردوا بعدين جاوا علي خذا والله شفت لو اخوته في شارع علي انا ذنبي تعبرون على العسيرة. الله يعينك. وممنون منك تسلم. الله يسلمك، الله يفرج عن كل بريء، ها مصيبة يعني تم. ان شاء الله. الله يسلمك، شكرا محمد الموصل كانت معنا. أم محمد من الموصل، يعني تم إلقاء القبض عليه بال 2017، طلع وراها إفراج، ورا سنتين أجوا أخذوه. يعني هاي وين صايرة هاي؟ شلون؟ ما أدري. ما أعرف. يعني ما أعرف. المشكلة إحنا دائما نأكد إنه نطالب بالإفراج عن الأبرياء. يعني حتى لا تؤخذ سبة على قناة الرافدين. الحقيقة وبأرقام منظمات دولية وحتى على لسان الكثير من النواب والوقائع اللي تثبت هذا الشيء من المغيبين ومن المعتقلين واللي تم أخذهم عن طريق المخبر السري ويعني الوشايات والعداوات، دائما نؤكد على الإفراج والعفو أن يشمل الأبرياء، الأبرياء. بس المشكلة ما عندنا قضاء نزيه، هذه المشكلة، هذه المشكلة. يعني اليوم المتحدث، راح نجي على تصريحه بعد قليل، المتحدث باسم القضاء بالعراق يقول لك إنه إحنا دا نتعرض إلى ضغوط كبيرة من قبل الأحزاب ومن قبل الكتل السياسية حتى من حاكموا الفاسدين من السياسيين. هسه راح نجي عليها بعد الفاصل، بس قبل الفاصل ناخذ مقطع
طبعا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، وهو تبادل اتهامات. يعني قائد عمليات سامرة اللواء عماد الزهيري توعد النائب السابق شعلان الكريم بالملاحقة قضائيا، وذلك بعد السجال بين قيادات أمنية وشعلان الكريم على خلفية هجوم مكشيفة. الزهيري قال بأنه سيقيم دعوة جزائية في بغداد ضد كريم الشعلان بعد ما سماه بتجاوز على قوات الجيش. المقطع اللي راح نشوفه يظهر النائب السابق كريم الشعلان عن محافظة صلاح الدين وهو يتحدث بغضب مع عدد من الضباط الحكوميين في مجلس عزاء قتلى هجوم تنظيم داعش الأخير في المحافظة، حيث اتهم الشعلان القيادات العسكرية في عمليات صلاح الدين بالتقصير في أداء واجبهم، ما تسبب بمقتل أكثر من 18 عنصر نصفهم من الحشد العشائري وهم من أقاربه في مكشيفة. نشوف المقطع ونرجع لكم. ما عندك جيش، عليك قاعدين القيادات، عليك قاعدين القيادات، فهموني. هذا اللي ابو سامره عماد الزهيري اللي بس يمشط بقدرته، يدز لنا القوات مالته لوادم التتبع ويسحب القوات مالته بالثلاثة بالليل، كان يفتحها يقول هذا مقاطعي، لازم صلاح الدين بغير بلد وهو بغير بلد. قيادات ما عندك، عليك قاعدين القيادات، عليك قاعدين القيادات، فهموني. هذا اللي ابو سامره عماد الزهيري اللي بس يمشط بقدرته، يدز لنا القوات مالته لوادم التتبع ويسحب القوات مالته بالثلاثة بالليل، كان يفتحها يقول هذا مقاطعي، لازم صلاح الدين بغير بلد وهو بغير بلد. قيادات ما عندك، عليك قاعدين القيادات، عليك قاعدين القيادات، فهموني. هذا اللي ابو سامره عماد الزهيري اللي بس يمشط بقدرته، يدز لنا القوات مالته لوادم التتبع ويسحب القوات مالته بالثلاثة بالليل، كان يفتحها يقول هذا مقاطعي، لازم صلاح الدين بغير بلد وهو بغير بلد. نعم، اتهامات واضحة من قبل النائب السابق كريم الشعلان لقائد عمليات سامرة وهو اللواء عماد الزهيري. ويقول هو يقول انه جاوب بانه هذا القاطع مو قاطعي ومو مسؤوليتي، هذا على لسان النائب السابق شعلان الكريم. معنا اتصال علي من النجف، تفضل علي. علي تسمعني؟ علي ابو حسين، يبدو اننا فقدنا اتصال مع علي من النجف. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. من ساحة التظاهرات بالنجف الأشرف أعداد المتظاهرين تتزايد في الساعات المتأخرة من الليل، الذين يطالبون بكافة الحقوق المشروعة ولا يعودوا إلى منازلهم حتى تحقيق المطالب. هذا هو النداء الذي ينادي به جميع من يتواجد في هذه الساحة التي هي ساحة الصدرين، هي مركز التظاهرات في المحافظة. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نقرا رساله واتساب قبل ما ناخذ اتصال اخونا حسن الموصل. رساله تقول: السلام عليكم، انا متزوجه وعايشه بكرفان وزوجي مقعد وانا خريجه واحمل شهاده الماجستير، ويقولوا لي متى تعينين الا بشده، تقول واطفالي 4 بالمدرسه، شنو ذنبي؟ ارجوكم اقروا رسالتي او طالبوا بحقي. هذه شوف هي الكوارث بالعراق. يعني هو شلون يصير الانفلات، ان كان الانفلات الامني او التراجع العلمي والصحي والاقتصادي، هو بسبب الصراع بين هذه الكتل السياسيه على تقاسم الوزارات، على تقاسم المناصب، الفساد اللي في العراق يمكن ما موجود منه بالعالم كله. وبالفعل يعني الاشياء اللي تسمعها واللي تشوفها بالوثائق ومن خلال تصريحات النواب والمسؤولين أنفسهم، وهم كذلك متهمين بالفساد. يعني هاي مودة بالعراق من العام 2003 ولغاية الآن، يطلع لك مثلا مسؤول يحكي لك يقول لك الفساد اللي موجود والفساد والفساد،
بعدين يطلع غير نائب يتهمه هو أم بالفساد. فهم كلهم ما شاء الله متهمين بالفساد في العراق. حسن من الموصل، تفضل أخي حسن. أستاذ العبيد مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك. الله يخليك أستاذ. عام 2017. نعم. عام 2017. أي. سنحت لنا الفرصة أنه أن ننهزم من داعش حتى نروح للمخيمات الموجودة في ناحية القيارة. نعم. بس نصر التلفزيون أبو علاوي، نصر التلفزيون للأخير. صار استاذ، صار. تفضل. ابن أخويا متوفي، ابن أخويا اسمه صباح جاسم محمد. نعم. أستاذ العزيز. نعم. راح ويا مجموعة من الناس اللي حاولوا يخلصون طبعاً الدنيانيين، انهزموا من داعش إلى منطقة موجود فيها الحشد الشعبي، منطقة اسمها زلط. نعم. قرية اسمها زلط. صراحة وهناك من هناك لزموهم تقريباً هم 12 واحد. 12 واحد، أنا أكد لك أستاذ وعندي استعداد أنه أصل إلى أعلى مكان بالدولة، أحلف لهم القرآن وأقسم لهم وأثبت لهم وبشهود وبمسح ميداني أنه ما عندهم كل شيء نهائياً. هذولي لا لبسوا الدهاري، لا شالوا سلاح ضد الدولة، لا كل المسائل اللي صارت للدواعش وأشباهها هذولا ما حملوها نهائياً ولا عندهم أي شيء. نعم. تالي ايش راجعت؟ وين رحت؟ مكان استاذ ما خلينا حتى على الناصريه على سجن الحوت ندور وما لقينا. نعم. وما خلينا مكان وما دورنا يعني اخاف اقول لك ان هناك انطوا فلوس والوفات وما حصلوا كل شيء. نعم. وما حصلنا استاذ، وهسه هم اولادنا ما نعرف انهم كل شيء، هل هم ميتين؟ هل هم في احد السجون المخفيه او احنا يعني انا خابرتك واتوكل على الله اولا ثم على جهودكم المثمره ان شاء الله. ان شاء الله. والله يا اخي ابو علي احنا دائما من منبر هذا البرنامج صوتكم وقناه الرافدين في برامجها ونشراتها دائما ما نطالب ونفتح لكم المجال طبعا، وهذا اقل واجب نقدمه لكم. بس المشكله بالحكومه والمشكله بالقضاء ما اعرف، ما يسمعون، ما اعرف، ما يريدون وضع العراق ينصلح، ما يريد يتصالحون ويا ابناء وطنهم. يعني ما يتعظون من الدروس اللي تصير، ما يتعظون انه قبل كم سنه داعش احتل مناطق كبيره بالعراق، احتل تقريبا ما يصل الى نصف مساحه العراق. ما اعرف شلون يفكرون جماعه ملتهين بتقسيم الحصص وملتهين بالفساد وملتهين اللي يريد يبدي مصلحة إيران واللي يبدي مصلحته على مصلحة البلد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كارثة ومصيبة، ما أن غير ندعي رب العالمين إنه يفرج عن هذا البلد. إن الدعاء والخيرين شرواكم أستاذ. الله يسلمك. الخيرين شرواكم، أنتوا لكم يعني عندكم يد باع طويل ان شاء الله بالاتصال بمنظمات حكوميه. نعم. منظمات عالميه، منظمات انسانيه تفيدنا مثلا واللي يفيد الله. يعني انتم عندكم يعني. نعم. ربما انه تقدر تصلون، بس احنا والله بقرب وبارياف يا سالم العزيز ما لنا غير الله سبحانه وتعالى، ثم انتم المنبر اللي من خلالكم نقدر نحصل بركه راس خير الى بلشي يعني. وين والله ما نعرف وين نطيجه يا سامر عزيز. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعينك، الله يعينك، والله يفرج عن كل بريء. حسن من الموصل، وقصة مأساوية أخرى من قصص العراق المؤلمة التي لا تنتهي. نجي على موضوع الفساد. موضوع الفساد اللي هو مثل ما أشرنا مرتبط ب واللي يتسبب بدمار كل مفاصل الحياة، إن كان في العراق أو في غير مكان، على كل المستويات. اليوم النائب السابق منصور التميمي شي يقول رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اختار ضمن مرشحيه للوزارة شخصا متهما بقضايا فساد. عمي إذا شخص واحد يعني يمكن الأمور طيبة، هي كلها متهمة
يعني موثقة عليهم، موثقة عليهم. النائبة السابقة وعضوة حركة التغيير سروة عبد الواحد قالت بأن مرشح إحدى الوزارات كذلك في الحكومة الجديدة متهم بملفات فساد. لجنة الاستثمار والاقتصاد البرلمانية أكدت سيطرة الميليشيات والمافيات والأحزاب السياسية على منافذ العراق الحدودية التي تشكل موردا ماليا كبيرا للدولة. ولو كانت عندنا دولة صحيح 8 مليارات عائدات هذه المنافذ، أكو دول ما تحصل على 5 مليار ميزانيتها السنوية، ودول عندها نظام، ودول بهذه الميزانية اللي يمكن يعتبرها البعض الخمس مليارات قليلة عندها توظيف سنوي، عندها مشاريع تبلط صحيح، مو تبلط من هذا من تمشي بالشارع عبالك راكب قارب بالبحر، مو من هذا المموج طسات كل ما تمشي لك كل نص متر طسة وعلى أساس أنه يطلع لك البرلماني أو المحافظ ويقول لك إحنا بنينا وسوينا، بس فالحين يصور مقطع فيديو وينشر على الفيس وعلى تويتر، ولما تجي على المشروع على أرض الواقع تلقى مشروع فاشل. يعني إذا تجيب ناس بسطاء يسوون أحسن من عنده. عضوة اللجنة انتصار الموسوي طالبت بالسيطرة على جميع المنافذ الحدودية وأشارت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية جدية في ملاحقة الفساد المالي وانتزاع المنافذ. خلونا نشوف تصريح لرئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، حيث أكد سرقة 7.5 مليارات من 8 مليارات اللي ذكرناها. هو على لسانه يقول 8 مليارات، هناك تقارير تتحدث بأن واردات المنافذ الحدودية أكثر من 8 مليارات. تحدث وراح نستمع إليه ونشوف المقطع بأنه فقط 0.5 مليار من هذه 8 مليارات تدخل إلى خزينة الدولة، وسبعة ونص تروح بجيوب الحرامية. خلنا نستمع إلى هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية البرلمانية ونشوف من دول الحرامية اللي يبقون فقط من المنافذ الحدودية 7.5 مليارات أمريكي. نشوف المقطع نرجع لكم. اللي لازم نحصل من عندها 8 مليار دولار بالحقيقه بدنا نحصل 0.5 مليار 7.5 مليار بدها تروح وين؟ بين فساد، بين هدر، بين تهريب، بين قشق، بين على الاقليم، بين منافذ غير حدوديه، بين فصائل، بين بدها تروح. الجمارك اليوم اللي لازم نحصل من عندها 8 مليار دولار بالحقيقه بدنا نحصل 0.5 مليار 7.5 مليار بدها تروح وين؟ بين فساد، بين هدر، بين تهريب، بين قشق، بين على الاقليم، بين منافذ غير حدوديه، بين فصائل، بين بدها تروح. الجمارك اليوم اللي لازم نحصل من عندها 8 مليار دولار بالحقيقه بدنا نحصل 0.5 مليار 7.5 مليار بدها تروح وين؟ بين فساد، بين هدر، بين تهريب، بين قشق، بين على الاقليم، بين منافذ غير حدوديه، بين فصائل، بين بدها تروح. ميليشيات، احزاب، فصائل متنفذه هي اللي مسيطره على المنافذ الحدودية، والجماعة من يطلعوا لك يقول لك السيادة والسيادة وخابصينا بالسيادة. هذا الفساد سبب رئيسي ببقاء الوضع الأمني المتردي في العراق، بقاء الوضع إن كان الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي كما هو بسبب هذا الفساد. إذا ما نتخلص من الفساد العراق ما راح نقدر نسوي له شيء. معنا اتصال علي من النجف يعاود الاتصال بينا. تفضل ابو حسن. علي تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك عم؟ انا عندي مسجون بالكاظميه. تفضل عيني. عندي مسجون السلاح، خلونا نستمع. نعم. الو اسمعك تفضل استمر. هسه احنا نريد بس يعني بس نريد نوصل لمخابره لك، ويعني لا مبالاه. علاوي بس نصي التلفزيون وفهمني شنو الموضوع اللي تريد تحكي به. يعني ما بقى عندنا وقت. عمي انا عندي مسجون. اي. وعندي مسجون يعني هو عدة تنازل وشو اسمه والدعوه بالتمييز. نعم. بس اريد ترجع هسه عندنا 2 نسوان بنات 2 وانا وحيد. نعم. بس واحد انا عائلتي برقبتي وانا ابوي متوفى وانا بس انا اللي اشتغل. شنو تهمته؟ تليفونات اريد اسمع صوته، صار لي
أربع سنوات ما سامع صوته. نعم، شنو تهمته علاوي؟ تهمته شو اسمه عائليه. جنائيه؟ عائليه عائليه عائلة صارت. نعم، شقد الحكم؟ انحكم 20، وثالث دور قال لا شديد العقوبه لو عدام لو 20 تحكمونه. نعم. هسه بيلقى عمل الاعدامات بالشعب الخامسي. نعم. يعني هو قاتل شخص؟ قاتل شخص هو؟ ايه عده، وصار عده تنازل هو، عده تنازل. شلون؟ صار عده تنازل. العائلة المقتولة تنازلت وبقى الحق العام. صار له 3 سنوات هو بالسجن. نعم. هسه رد دعوات ترجع من التمييز، رد بكت يسمع صوتي، هسه صار لي الله شاهد 4 سنوات ما سامع صوته دور. ما يخلوكم تقابلوا. لا خلينا نغادر ما صرف، لا خلونا نودي له ولا نطلب له. نعم. الله يعينكم. أنا أشكرك علي من النجف. ناخذ خالد من كركوك. خالد. خالد تسمعني خالد؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع خالد من كركوك. نختم بتصريح لجنة الاستثمار البرلمانية اللي وصفت وزارة التجارة بأنها تسونامي الفساد في العراق، وأكدت بأنها أبرمت صفقات مشبوهة كلفت البلاد مئات ملايين من الدولارات، والمواطن المسكين ما شايف من وزارة التجارة لا حمص ولا عدس ولا تمن ولا وجبة غذائية صار لهم سنين. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.